إلى ذلك استهدف الطيران المعادي منزلا لأحد المواطنين في قرية عمد بقاع القيضي مديرية سنحان، ما أدى إلى استشهاد أسرة مكونة من 4 أشخاص بينهم طفلين. لا فرق بين منزل أو مسجد عند وحشية العدوان السعودي، فقرية عمد في مديرية سنحان كغيرها من مئات القرى التي قصفها طيران العدوان، واستهدف منزلا لأحد المواطنين أسفرت الغارة عن استشهاد أسرة بأكملها بينهم طفلان. دمرونا وخربوا بيوتنا وخربوا أرضنا، أشبه ذنب المواطن، أشبه ذنب الشعب اليمني. لو ما بيقصفوا إليه، لو ما بيقتحموه، لو ما أحد منزل مواطن أش فيه؟ مستأجر يرحمه الله في البيت هذا، والله لا يملك إلا قوت يومه. وجوله من الصباح بصاروخ. أين احنا في العالم هذا الراقده؟ مشهد يدمي القلوب ومجازر وحشية يرتكبها النظام السعودي بين الفينة والأخرى بحق أبناء اليمن، فلم يرحم طفلا ولا امرأة ولا مسنا، ووصلت وحشيته إلى قصف الآمنين في منازلهم الذين لا حول لهم ولا قوة كما حدث لهذه الأسرة. الناس آمنين في بيوتهم ولا نعلم إلا بالصاروخ فجأة، والناس آمنين في بيوتهم وصارت ضحية أسرة كاملة، ما بقي إلا واحد، 3 أشخاص صاروا انتهوا، والبيوت مضطرة، الجوار البيوت كلها مضطرة، يعني حوالي 4 بيوت و5 بيوت منتهية ولا عاد راح في سكن. رعب وقلق وخوف، هذا ما حققه العدوان السعودي ضمن بنك أهدافه المزعومة التي تسببت بآلاف المآسي ونجم عنها تشريد مئات الآلاف من المواطنين خوفا من لهيب القصف وحريق الصواريخ والأسلحة المحرمة دوليا. ما حصل اليوم إنما هو استهداف للإنسانية، استهداف للمنازل، استهداف للبيوت والأطفال والنساء، ولكن نقول لهم مهما عملتم ومهما ضربتم ومهما تجمعتم ومهما تحالفتم لن تضعفونا، لن نخضع، لن نركع، ونقول لكم أننا صامتون، أننا ثابتون. لم يكتف العدوان حتى اللحظة بما عملت يداه وأجرمته بحق الشعب اليمني، فها هو يواصل عدوانه الغاشم مستهدفا الأرض والشجر والحجر، فضلا عن استمرار حصاره الغاشم على اليمن برا وبحرا وجوا، في محاولة لتركيع شعب أبي رفض أن يستكن. محمد العنتري، اليمن اليوم، صنعاء. أطلقت القوات الصاروخية للجيش صاروخا باليستيا من نوع سكود على محطة كارواح.